لك ايه، انت عندك ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا ارشميدس؟ بلم حاجتي وماشي. نانا نانا تعالي بسرعه. في ايه؟ حق اخوكي بيلم هدومه وماشي. ماشي ماشي، رايح فين؟ هسيب البيت ده خلاص، ما بقاليش قعد هنا. الكلام الفارغ ده يا ارشميدس، هتسيب البيت ازاي؟ زي ما سمعتوا كده، ما انا مش طبيعي ان اعيش في بيت فيه ام بتقهرني. من حق احس ان انا كبرت وبقيت راجل وعندي حريه. ايه الكلام الكبير ده يا ارشميدس؟ انت بتفكرني بنفسي سنه 2011 لما قلقت من النوم الساعه 4 وثلث الفجر وفتحت الثلاجه لقيت 16 بيضه وطبق شركسيه. سهلة بالله بس يا ارشميدس. طيب بلغت بابا؟ بلغته، جيت اكلمه تليفونه ما بيردش. بيقول لي له انت يا حبيبي استهدى بالله ارشميدس. يا ارشميدس استنى بس، مش هينفع. واخد هدومك ورايح على فين يا ولد؟ انا ماشي. ماشي ماشي رايح على فين؟ ما عندناش حد يسيب البيت ويمشي، انت جننت ولا ايه؟ انا مش عيل صغير يا ماما عشان تمد ايدك عليا في مكتبك، ولا شايف اني عملت حاجه عيب ولا غلط اساسا. دي مشاعر بس. هقول ايه؟ ما انت معذوره، ما حضرتك ما جربتيهاش. اخرس يا ولد، كلمه تانيه زياده همد ايدي عليك تاني. انت عمرك ما هتكبر عليا، فاهم ولا لا؟ اهدي يا ماما. اوعي كده، كلمي ابوك يشوف له حل. اخص عليك، اخص عليك وعلى تربيتك. انا خلاص زهقت، زهقت منكوا، جاتكوا القرف. استهدى بالله يا ارشميدس، دي مش اول مره ماما تمد ايدها عليك. انا فاكر اول مره شفتها بتضربك سنه 97، كنت انت وماما مستعجل ونازل تصور 15 ورقه فلوسكاب، وبعديها انت كنت رايح. تعالى يا ماما. اوعي كده، اوعي. حرام عليكم. اهدي يا ماما بس، هتخلصوا عليا. روحي هاتي جهاز الضغط قيسه، حاسه ان دماغي هتنفجر. رد يا بارد، رد. ماشي ماشي يا فالنتينو، بقى انا ارشميدس يقول لي انت معذوره عشان ما جربتيش المشاعر. مين اللي فهمكوا الكلام ده؟ ومين اللي اداكوا الصوره دي عني؟ ابوكوا؟ ابونا ايه بس، هو الراجل بيعمل حاجه؟ امال ايه؟ على فكره بقى، زمان وانا صغيره انا اتحبيت كتير قوي وكان ليا معجبين كتير قوي، بس انا عشان ست محترمه ما احبش احكي الحاجات دي. تمام يا ماما، عندك حق. الحمد لله ضغطك زي الفل. فل ايه انت كمان؟ ضغطي عالي عالي قوي، وبعدين الاجهزه الجديده دي اي كلام، انا بحب القديم القديم. كتكوا القرف، هتموتوني الله يسامحكم.